الهلاك ما هو بقاف هدم وشاري من ونتك ما هو بقاف هدم والراس مقلوب من كثر القرام هدم قلبي تكسر ومن عظم الفراق انهدم قلبي تكسر ومن عظم الفراق انهدم يا صاح ما فادني قبلك طبيب ودواء اخا بحر الغرام والبال مني دوى وايم بحر الغرام والبال مني دوى والناس ما لاقي لي فرخ السجل دوى ركن الضمير انهدم مكتوب ركن الضمير انهدم Fire!
أهل البحر بالكويت وبالخليج وأهل الغوص عندهم مثل غريب عجيب. المثل هذا يقول دفعة مردي والهوى شرقي. إحنا نقول المثل هذا اللي صارت سالفة نبي على قولتهم نفتك من سين من الناس أو ما نبي يرجع لنا، ولا اللي صارت بيننا وبينه نجرة قالك بس خلاص أنا بمشي وبروح وبطلع ماني راد، روح دفعة مردي والهوى شرجي، يعني روح بلا ردة. هذا عندنا، لكن أهل البحر لا. المردي تدرون شنو هو؟ خشبة مستطيلة. الخشبة هذه تدفع المحمل إنه يمشي بالبحر. طبعاً الإشراع عالي. المشكلة وين؟ المشكلة اللي صار الهواء عكس الإشراع. هذول يرفعون من هني والإشراع يلعب فيهم مع المحمل يمين ويسار. لمن يمسك الهواء صح ويصير تارس يبتدي عاد المحمل يمسك خطه ويمسك دربه بالبحر. من هني قالوا دفعة مردي والهوى شرقي. يدفعون بالمردي، يدفعون السفينة إنها تمشي، لكن الإشراع يخون فيهم وتلاقي السفينة تلعب يمين يسار على البحر لمن تتعدل مع الهوى وتمسك خطها وتروح وتكمل دربها. مثل قال على البحر وحق المحمل وحق المردي والإشراع. وإحنا هني نقول إذا صارت مشكلة بين اثنين وواحدهم يبي يفتك من الثاني قال له روح دفعة مردي والهوى شرجي. إحنا ما نبي نقول المثل هذا ليتزاعلنا مع أحد، لا، إحنا نبي نقول المثل هذا ونتذكره لما كان يدي ويدك ويدتك على ظهر هالمحمل وبسط القبة هناك يعانون وهم يرفعون المردي ويدزونه عشان الإشراع ياخذ وضعيته والمحمل يمشي بدربه. أمثال بحرية عديدة قالوها أهل البحر وقالوها أهل الغوص بالكويت وبالبحرين وقطر والإمارات والخليج كله. خلونا نتذكرها مرة ثانية ونعيد إحياها من جديد، لأن هي الموروث الأصلي اللي توارثناه من أهلنا وجدانا. دفعة مردي والهوى شرجي. تذكروا هالمثل زين، وليتوا قعدتوا هني على يالي البحر وشفتوا هالأبوام اللي كلها عبق الماضي الجميل وتعب وشقى الأوليين أهل البحر وأهل الغاصة ويداننا، انت ذكر الأمثال هذه. دفعة مردي والهوى شرقي. حريم أول الأوليين الله يرحم اللي راح منهم وعسى الله يطول بعمر الموجودين، إذا قاعدين يسمعوني بيقولون إيه والله من سياس هجة مرت علينا هالسالفة. يقول لك أول الحريم وهم بالبيوت ساعات المرة يتهيأ لها إن في أحد ساكن وياها في البيت، جدور التراقع، بيبان التصافق، صوت تسمع، بماكو حد، أنا بروحي، البنات بدارهم نايمين والعيال داشين بحر وأبونا على اليال ولا على السيف قاعد يحدق، ايش هالصوت ما يندرى. بعدين قالوا لا، البيوت تسكنها الراعية. الراعية هذه تكون واحدة من حريم الين، الله يكافينا شرهم. يقول لك تسكن بالبيت، إذا ضروها أهل البيت ضرتهم، ونسكتوا عنها وما قربوا صوبها سكتت عنهم وما قربت صوبهم. الراعية ما هي موجودة، لكن تخيل حريم أول يتهيأ لها
إن في أحد معاها في البيت. عاد الله خير، أنا قاعدة أسولف وياكم وقاعدة أسمع صوت وراي باب. الباب هذا كنا حد قاعد يطقه، وأنا أدري إن أنا بروحي ماكو أحد، بس كنا حد قاعد يطق الباب. أنا قاعدة بالحوش وهالظلمة بهالخرمس وأسمع صوت الباب، وأنا أدري ما حد جايني لأن الكل نايم. بسم الله الرحمن الرحيم، أظنت الراعية شخصية فلكلورية خرافية من التراث الكويتي والخليجي، ترى هي مو موجودة، بس أنا من الخوف قاعد يتهيأ لي إن الباب قاعد ينطق، والله يستر. سيدة تختصر كل نساء الكويت، طموحة ومثابرة وعندها قوة شخصية، تتمتع طلاقة لسان تقنع اللي قدامها بالموضوع اللي جاي لها فيه، عندها ثقة بنفسها، خطواتها كانت ثابتة في الكويت. انولدت عام 1937 في حي الجناعات، الحي هذا يعتبر من أشهر وأهم الأحياء الكويتية القديمة، لما تضم الحي هذا من أسرة الجناعات الكرام، الأسرة اللي متآلفة بعضهم بعض، أسرة ربت أبنائها على الثقة، الصدق، الوضوح، حرية الشخصية، لكن بحدود المعقول وحدود العادات الكويتية الأصيلة. كلنا نعرف فاطمة حسين، ما في أحد يغفل عن السيدة العظيمة والعظمة لله سبحانه، سيدة من سيدات الكويت فاطمة حسين. إصرارها وقوة تحديها خلتها تكون من المتفوقات في الثانوية هنا في الكويت. أول تحدي عاشتها فاطمة حسين لمن راحت القاهرة هي مع مجموعة من الطالبات الكويتيات يدرسون البكالوريوس في القاهرة، بعثة إكويتية. راحت القاهرة ودرست وثقفت نفسها وكسبت روحها قوة تحمل، صبر، إرادة وثقة، كانت كاسبتهم هني من كنف أسرتها حي الجناعات، لكن سفرتها للقاهرة زادت الأمور هذه عندها. التحدي الثاني في حياة فاطمة حسين عقب ما رجعت من القاهرة، كانت من أوائل الكويتيات اللي طالبوا بتحرر البنت الكويتية، لأنها شافت البنات العربيات في كل دولة في كل مكان يطالبون بالتحرر من بعض العادات اللي كانت تقيدهم وما تعطيهم المجال انهم يمارسون حقوقهم على اصولها. فاطمة حسين هي اول شخصية كويتية قادت التحرر للبنت الكويتية هنا في الكويت. طبعا واجهتها عقبات وصعاب وهجمات من اللي كانوا ضد
تحرر البنت الكويتية، لكن قوة صبر فاطمة وتحملها وثقتها إن المرأة الكويتية يوم من الأيام راح تتحرر من بعض القيود اللي حاكرتها، وإن هي مؤمنة بهالقضية، كملت وواصلت المسيرة وابتعدت عن كل العقبات اللي ممكن توقف في طريقها، كانت تتحداها وتدوس عليها وتتخطاها وتكمل مسيرتها. وقادت التحرر هذا لما البنت الكويتية أخذت حقوقها وتحررها من بعض العادات اللي كانت محكورة فيها بذاك الزمن. بعد ما أخذت ليسانس بالصحافة من جامعة القاهرة فترة الستينيات، سافرت فاطمة حسين مع زوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يعتبر التحدي الثاني لها. وهي هناك ما قعدت حطت إيدها على خدها، لا، كملت واكتسبت لغة ومعارف وعادات غريبة كانت على مجتمعها الكويتي. اصقلت موهبتها في الكتابة. فاطمة وهي بأمريكا اكتبت سلسلة من مذكرات كويتية في نيويورك. الشغلة هذه فتحت لها مجال وباب في الإذاعة أو الإعلام الكويتي. بعد سنوات قضتها فاطمة حسين مع أسرتها في الولايات المتحدة الأمريكية، رجعت للكويت وعينت في وزارة الإعلام إذاعة الكويت رئيس قسم البرامج المختصة في المرأة، واستمرت على هالمنوال فترة. وعقب انتقلت راحت وزارة الخارجية وقعدت فيها حول 2 أو 3 سنين وقدمت استقالتها، لأن شافت أن هي تقدر تنطلق بدون أي قيود تحكرها. أشهر البرامج اللي قدمتها فاطمة حسين واللي حازت على رضا وقبول المجتمع الكويتي مطبخ فاطمة. فاطمة حسين سوت برنامج الطبخ هذا وكانت تقدمه في التلفزيون لأنها كانت تعشق شيء اسمه الأكلات الكويتية الأصيلة. وهي في أمريكا كانت تتدرب على الأكلات هذه، ولما نيت الكويت سوت البرنامج هذا، بجانب أنها تقدم الأكلة الكويتية هم تقدم مواعظ ونصح وإرشادات للمرأة الكويتية عشان تفيدها في أي مجال تخوض المرأة الكويتية، سواء كان المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو التعليمي أو 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 أو. فاطمة حسين حطت نقاط أساسية للبنت والمرأة الكويتية عشان تمشي عليها وعلى نفس النهج، والنتاج كان قدام فاطمة حسين. المجتمع الكويتي مجتمع حافل بسيدات المجتمع الكويتي وبنات الكويت في مختلف المجالات، كل من تقول عن تجربتها وكل من تتكلم عن الهدف اللي كانت ترجو له ووصلت له وسوته. في المقابل ترد جزء من جميل الكويت لها. بعد فترة بدت فاطمة حسين تخوض فن الكتابة واكتبت سلسلة من الأعمال الجميلة. تذكرون مسلسل بيت تسكنة سمرة؟ بيت تسكنة سمرة هذا كتبته فاطمة حسين وحاز على قبول ورضا الجميع بكل ما تحمله أو بكل ما يحمله المسلسل هذه أو الدراما اللي سوتها فاطمة حسين من قصص، نصائح، إرشادات، مواقف جميلة كانت تتكلم عن الكويت. ما وقفت فاطمة عند هذا الحد، لا، كملت مشوارها وترأست جريدة الوطن وترأست مجلة سمرة، وكانت تكتب في كل المجالات وما كانت تبخل على أحد لما يروح لها يقدم لها يسألها يطلب منها النصح والمشورة كانت تعطيه. تعتبر فاطمة حسين رائدة من رائدات الإعلام عندنا هنا في الكويت، وسيدة من سيدات المجتمع الكويتي اللي وقفت وقفة ضد بعض العادات اللي كانت تحكر وتحد من حرية البنت الكويتية، كانت ضدها،
كانت تقول أنا مع العادات اللي تخدم بلدي، لكن العادة اللي تحكر البنت وما تعطيها تبدع في أي مجال إيه هي تختاره، أنا ضد الشيء هذا. ثقتها، طموحها، لسانها وكلمات اللي كانت تخرج من لسانها الجميلة، وقفاتها مع بنات الكويت، إبداعاتها في فن كتابة الدراما والبرامج، وقيادتها للبرامج الخاصة للمرأة في الإذاعة الكويتية، خلت فاطمة حسين تكون سيدة بلا منازع في المجتمع الكويتي. عندنا منهم العديد مثل فاطمة حسين، ما يمنع أن احنا نحذو حذوهم ونخطو على خطواتهم ونمشي على نفس النهج بما يتوافق مع التطور والحضارة والعمران اللي احنا نعيش فيه في زمننا الحالي. فاطمة حسين شخصية تختصر نساء الكويت كلهم. الله يعطيك العافية ويطول لنا بعمرك. ضيفة عزيزة علينا كلنا وعلى كل أسرة في الكويت وخارج الكويت من الوطن العربي. هذه الضيفة يكفيني ويكفيها أني أقول لكم هي السيدة أميرة السعيد، بدون ما أحكي عن أي شيء في حياتها أو من المنجزات الإيجابية اللي قدمتها للمرأة وللمجتمع العربي عموما. صلتكم معاها لا شك بدت مثل صلتي فيها من زمان، أنا مثلكم أقابلها لأول مرة، إنما صلتي فيها بدت من زمان، من يوم ما قرأت تراجمها، من يوم ما كنا نتابع جميعا شراء مجلة المصور لنقرأ الصفحات الأولى منها في ردها على المشاكل اللي ما كانت بالفعل تمثل مشاكل شخصية قد ما كانت مشاكل كانت تعيشها غالبية الأسر، كانت تنتقي بالفعل المشاكل اللي اجتماعية أكثر من كونها فردية. وكلكم لا شك يقرأ أسبوعيا مجلة حواء، وما أبي أقول أكثر من أني شرفني أني أستقبل اليوم السيدة الكريمة أمينة السعيد. أهلا وسهلا فيك ستنا. أهلا بك. في الواقع يعني عمري ما حسيت بصعوبة لأبدأ أي نقاش مثل ما حاسة بصعوبة الآن، لأن في ذهني أشياء كثيرة وما أبي أبتدي في موضوع يمكن ما ننتهي إلى أي نهاية، وخمسين موضوع أبي أسألك إياه وما ودي بنفس الوقت أخرج. إيش رأيك ست أمينة لو ننطلق من نقطة جدل دائما نسمعها من زملائنا في هذه الحياة من الرجال، لماذا تعمل المرأة؟ والله هذا السؤال سؤال وجيه جدا، ولو إني سئلت ما لا يقل عن مليون مرة هذا. وسئلت دائما في العالم العربي، لم أسأل في عالم الغرب ولا عالم الشرق هذا السؤال، لأن الإجابة عليه أصبحت معروفة لدى هذه الدول المتقدمة، أما عندنا إحنا لسه في بداية الطريق وأمم نامية وبنشق البداية شقا، ففي كثير من الأمور اللي بتغمض علينا والحقائق اللي نعرف. المرأة بتشتغل لأسباب كتيرة جدا. أول سؤال، إنها بتشتغل لأنها نصف الشعب الذي تعيش فيه. هل هو غرضنا الأساسي إنها تتكسب ولا إنها تنتج؟ المرأة يجب أن تنتج ويجب أن تأخذ جزاء هذا الإنتاج، لأنها لأجل أن تشتري حريتها الاجتماعية. فلانة عندك خبر انك ذبحتيني بعيونك الحلوة، قلبي بهواك يدوب وان ما رحمتيني يا بلوتي بلوة. Yeah.
جمالك سلب عقلي وروحي ضحكات عيونك سبب همي وجروحي يا اللي جمالك سلب عقلي وروحي ضحكات عيونك سبب همي وجروحي أسر على دمعتي والعالم الله ما حد سمع شكوتي والشكوى لله أسر على دمعتي والعالم الله ما حد سمع شكوتي والشكوى لله وشلون عافي السهر إن ما رحمتيني وشلون عافي السهر إن ما رحمتيني يا بلوتي بلوى صدج خجل مقوم حاتي مقوم حاتي بس ابتسمت أمل تنعيش حياتي تنعيش حياتي لو كان صدج خجل مقوم حاتي مقوم حاتي بس ابتسمت أمل تنعيش حياتي تنعيش حياتي وانسى انا لوعتي واللي حصل لي واصبر على قسمتي من هالتغلي وانسى انا لوعتي واللي حصل لي واصبر على قسمتي من هالتغلي لكني يا القهر إن ما رحمتيني لكني يا القهر إن ما رحمتيني يا بلوتي بلوى فلانة عندك خبر انك ذبحتيني بعيونك الحلوة قلبي بهواك انجور وان ما رحمتيني يا بلوتي بلوى ان ما رحمتيني يا بلوتي بلوى ان ما رحمتيني يا بلوتي بلوى يا بلوتي بلوى يا بلوتي بلوى يا بلوتي بلوى الله يديم العز على أحلى وأغلى درة بالعالم كله كويتنا الحبيبة.
قولوا آمين. آمين. الشيخ مبارك الصباح حاكم الكويت الله يرحمه ويقمد روح الينا ويغفر له يا رب، بعهده بدا الخير يهل على الكويت، وكل إدارة أو كل وزارة شغالين فيها الحين بالوقت الحالي بدت بعهده. شلون؟ أنا بقول لكم شلون. 1915 كان في مكتب بشرق ببيت من البيوت اللي هو بيت المعتمد البريطاني، يوصل رسائل ويجيب رسائل اللي هو مكتب البريد. 1915 أسس أول مكتب للبريد عندنا هني في الكويت بعهد الشيخ مبارك الصباح رحمة الله عليه. المكتب هذا كان في دار المعتمد البريطاني بشرق اللي هو الحين بيت ديكسون. المعتمد البريطاني أجر البيت هذا بالشهر بقيمة 20 ربية من راعي البيت أنت يا جاسم العصفور، وقعد فيه هو وزوجته أم سعود وعياله. المكتب هذا، البيت هذا اللي هو بيت ديكسون، فوق كان البيت، الدور الفوق الأول كان البيت مقر الرسمي، والدور الأرضي كان فيه مكتبة ومكتب البريد اللي من خلاله كانت الرسائل تطلع من الكويت وتروح لكذا دولة، والرسائل اللي تجي من برا تدخل الكويت عن طريق المكتب هذا، وكانت تستخدم فيه الأختام الهندية اللي عليها اسم الكويت. واستمر الموال هذا بعهد الشيخ مبارك الصباح. مع الوقت ومع عجلة الزمن اللي دارت في الكويت، وبعد ما طلع المعتمد البريطاني ورد ديرته واستقلت الكويت استقلال رسمي من المعاهدة الأمنية البريطانية، بدت عندنا مكاتب البريد تكبر وتتوسع، وانشأت وزارة عندنا هنا في الكويت اللي هي وزارة المواصلات المختصة بالنقل والبريد والاتصالات. أنا لما قلت العز، عز الكويت بدأ من عهد الشيخ مبارك، وأنا عند ربي صادقة. من عام 1915 الكويت وأهلها ما انقطعوا عن العالم، اللي عنده أهل برا واللي عنده عيال برا واللي عنده معارفة حق تجارته برا، شلون كان يتواصل معاهم؟ عن طريق الرسائل اللي كان يوديها ويجيبها ويستقبلها مكتب المعتمد البريطاني في بيت ديكسون، هناك كان المقر الأساسي لهم. شفتوا شلون العز اللي إحنا وإنتوا بتعيشون فيه من متى بدأ؟ بدأ من ذاك الزمان، بدأ من عهد الشيخ مبارك الصباح رحمة الله عليه حاكم الكويت، بدأ من عام 1915 وقبل عام 1914 وقبل عام 1913. هالأرض وأهلها طول عمرهم عايشين بعز وخير ونعمة من آل الصباح اللي كان على رأسهم حاكم الكويت الشيخ مبارك الصباح رحمة الله عليه. يا جماعة الخير تذكروها معي مرة ثانية، عام 1915 أنشئ أول مكتب للبريد في الكويت في بيت المعتمد البريطاني بيت ديكسون اللي تأجر من جاسم العصفور بعشرين ربية بالشهر. تبون تتذكرون؟ براويكم بيت ديكسون وبراويكم المكتب وبراويكم الأختام والطوابع البريدية والرسائل القديمة اللي كانت تدخل الكويت وتطلع من الكويت حق الدول الثانية. خلت تذكر هالذكريات الحلوة اللي عمرها ما تكون ذكريات منسية.
بعد ما خلصت الحرب العالمية الثانية ارتفعت الأسعار بشكل فوق الوصف. الأكل، الملابس، الحياة المعيشية اضربت سابع سما بأسعارها، لدرجة أن الكويتيين ماتوا وحيوا بسبب غلاء الأسعار اللي حاش الديرة بعد ما انتهت الحرب العالمية الثانية. هني أمر الشيخ أحمد اليابر الصباح رحمة الله عليه حاكم الكويت التجار، تجار الأغذية أو المواد الغذائية، يا تجار الكويت كل من يبطل مخزنه ويوزع الشكر والقمح والعيش وحتى الملابس، لا تخلون أحد ناقصه شيء من أهل وعيال الديرة. عقب فترة بدت الحكومة تجمع هذا كله وتوزعه على الحكومة بنسب معينة، حطت بكل فريج شخص، منو فريج الاجتماعات مثلا جابت العود قالت له انت المسؤول عن فريج الاجتماعات كلها، احنا نعطيك المكسوم وانت توزعه بالتساوي عليهم كلهم. عقب كان تقول الحكومة ليش ما نطلع حق كل رب اسرة كويتي بطاقة يروح المركز يستلم، ايش كثر هما 6 7 8 10 انفار بالبيت، يستلم العيش والشكر والقمح على قد العدد اللي عنده من افراد اسرته. انشأت الكويت عام 1942 مركز لإدارة التموين هذا كله، وعينت مدير اسمه ناصر المقهوي، هو يكون أول مدير للتموين في الكويت. في بداية الأمر أهل الكويت استغربوا من الموضوع هذا، بعدين شافونا لا هين وسهل ويساعدهم إن كل شهر يروحون على هالورقة ولا على هالكرت اللي عندهم مركز التموين ياخذ له الشكر والعيش والقمح وكل الاحتياجات اللي يحتاجها له وللأربعة اللي برقبته أو للخمسة أو للعشرة أو للاثنعش من أسرته. وسموها الكويتيين بذيك السنة سنة البطاقة. 1942 كانت سنة البطاقة على أهل الكويت، كل من عنده بطاقته مكتوب عليها اسمه واسم أفراد أسرته زوجته وعياله ويروح المركز مركز التموين ويستلم التموين اللي يحتاجه. مثل ما قلت لكم، مثل ما مرت على الكويت سنين قحط وجفاف وتعب وشقة، مرت على الكويت سنين رخاء وعز وخير بفضل حكمة الحكام وقبلها بفضل رب العالمين. عسى الله لا يغير علينا إن شاء الله. أدنى الدون بمعنى أقل القليل، فيقال عن الطفل كثير البكاء. مثال: حمودي يبكي على أدنى الدون وبدون سبب. مخنشر، إش فيك مخنشر اليوم؟ أي أن مزاجه ليس على ما يرام بسبب مرض أو غيره. الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح يستقبل الأميرة ديانا والأمير تشارلز، وكان هذا في منتصف الثمانينات.
من اليمين رحمة الله عليه الشيخ يابر الأحمد والشيخ عبد الله المبارك والشيخ عبد الله الأحمد والشيخ خليفة العلي، وسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في أربعينيات القرن العشرين. الشيخ صباح الناصر المبارك الصباح من أشهر رجال آل الصباح، ولد سنة 1903، وكان أقرب أحفاد الشيخ مبارك إليه، ارتبط بالبادية وأهلها ويشهد له الناس توزيع الأراضي عليهم، أسس منطقة العرضية وكان له فيها قصر، وسميت منطقة صباح الناصر على اسمه بعد ما كان اسمها قديما أم الضبان. توفى الشيخ صباح الناصر رحمة الله عليه عام 1957. من الأمور التي تكون عادة مع دخول شهر رمضان في الكويت دق الهريس، وهو طحن حبوب القمح استعداد لاستقبال شهر رمضان، حيث تقوم الأسرة بشراء كميات كبيرة من الحبوب ثم تدعو فريقا من المتخصصات للقيام بهذه المهمة التي يؤدونها بحركات تعبيرية على أنغام أغنيات تؤديها إحدى الفرق النسائية. وهذه العادة قد توقفت مع التغيير والتطور الذي حدث في الكويت وأصبح موروثا شعبيا فقط. وكل منك وكل ما فيك
غصب ينحب غصب ينحب على خدك نور الربع زاهي على خدك نظر عينك طفل عند اللي تساهي نظر عينك على خدك نور الربع زاهي على خدك نظر عينك طفل عند اللي تساهي نظر عينك ما غبي واقول هواك ما غبي ما غبيش كثر والهان ما غبي ما غبي وقول لهوات ما غبي ما غبيش كثر والهان ما غبي ولعيونك أنا رديت ولعيونك أنا رديت ما نسيتيني ما نسيتيني يا علج كثر حبي تحبيني تحبيني ألا وان طارت الغربة واسبق سنيني أرد لك واسبق سنيني يا علي منسات منسات لو مهما جاء يا همس روحي وغربتي منساك 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 لو مهما جرى منساك 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 يا همس روحي وغربتي وعيونك الحلوة ترى وعيونك الحلوة ترى آخر محطة دنيتي منسات آخر محطة دنيتي منسات ما غبي ما غبيش كثر والهان ما غبي ما غبي وقول لهوات ما غبي ما غبيش كثر والهان ما غبي ولعيونك أنا رديت ولعيونك أنا رديت Yeah.
هداك.